باستمرار علاقتنا مع المسلمين علاقة طيبة، وعلاقتنا مع القادة المسلمين علاقة طيبة، وصلت إلى الصداقة والأخوة. الحوار الديني بيننا دايما أنا بقول أن الحوار الديني يكون في النقاط المشتركة، في المساحة المشتركة بيننا وبين أخوتنا، ويكون الحوار مجرد تعاون من أجل خير البلد، من أجل نشر الفضيلة. أنت ولد حلو. إذا أتت الساعة لا تستأخرون منها ساعة ولا تستقدمون. ولتكن هذه المناسبة خيرا للناس، وكل عام وجميعكم بخير. أبطال بل قد سكنتم في سماء.